على هاي المشادة أخوي الوطن يسعى بلينا 10 أمبيرات من المولدة، يجينا الساعة 7 المغرب ينطفي الساعة 6 والباقي على المولدة، والمولدة اسمه ياخذ من عندنا 7 أمبيرات، أقول عفوا على أمبير 7000، هاي وحدة. وهاي اللي شوفوا هاي هذا جاب هذا ما أقدر أسولف لك عليه. والمية زين، الكهرباء يعني تقريبا زين، منظمات حيفترون الناس إذا تعويض هاي المهجمة والمستحقين، وهذا يعوضوا للماء مستحق يغيب بيته. أبوك الله يرحمه وجزاكم الله خير. تأثير هاي البيوت المهدمة عليكم؟ والله يا شو أقول لك، هذه دمار ما أقدر أعمر لك عليها، كل شيء أشكال والوطن ربط بيها. هاي الكبير والصغير مشترك بيها. ولعنة الله أيام على داعش هم السبب، سبب الخراب، أبوك الله يرحمه. إحنا حاليا منطقة المشاهدة والله محتاجين خدمات، محتاجين شغلات كثيرة ما بس هذه، تبليط شوارع، يرفعون لنا هذه الانقاض، تعرف احنا مقبلين على صيف، وهاي الحشرات وهذه الجرذان والحياه يعني تطلع علينا من يوم ورايه بعد من يحمي الجو، فنطالب خدمات يرفعون هاي الانقاض، يعوضون هاي الناس، الناس تعبانه، شغل ماكو، ماسي ماسي، طالب بكل شيء، حاله الوضع تعبان، وسلامتك. والله قدمنا وسوينا معاملات وما عوضوا هاي الناس، ما عوضوها نهائيا، ما عوضوا كل احد، حاله تعبانه. وهاي الناس خطيها ما تريد ترجع على بيوتها، تريد ترجع، تبهدلت بالايجارات، الايجارات غاليه عليها، وعمل ماكو، شغل ماكو، تريد ترمم، تريد ترجع على بيوتها، لكن الناس فلوس ما عندها، طالب تعويضات. كهرباء الماي شلون؟ والله الكهرب زين والماي حيل زين، ينطونا هاي 10 أمبيرات بالنهار ماكو، لكن يجينا من الـ من الـ من 7 المغرب للفجر تقريبا، 7 الصبح. المجاري هذه مضروبه هنا، المجاري هاي ضربه وهناك ضربه، 3 ضربات تقريبا، 3 باشروا بيها من راس الجاده واشتغلوا بيها، بس شغل بطيء، شغل بطيء يعني، وصلوا لي هنا وهم توقفوا، عندهم ما اعرف منهولات مكسوره ما اعرف، وشغل ضعيف بطيء يعني، حيل بطيء بطيء، شغلهم بطيء. وصلوا لي هنا وتقريبا صار لهم شهرين وتوقفوا، وهذا الماي كله عيجي من فوق، عيجي يصير جوا هاي البيوت، والبيوت كلها عاد تقع، الحيطان عاد تقع بسبب هذا الماي، يفوت جوا البيوت يعني، هنا يتوقف الماي هنا بالضبط بهاي المكان، باب الساحه هنا يجي الماي ويتوقف.